منظمة الهجرة الدولية سوف تقوم بتأهيل وبناء مدرسة تل الذهب المختلطة التي تشمل بناء سياج خارجي وصبغ وإعادة ترميم، إضافة إلى الكهربائيات والخزانات، أثاث للمدرسة، الإدارة، الرحلات، صبورات. سوف يتم ترميم وصيانة مدرسة إحسان المختلطة من ناحية الصبغ والسقوف والكهربائيات وتبديل المغاسل والصحيات وتبديل الأثاث المتضرر مع إنشاء حديقتين في المدرسة. صحيات ماكو، تشققات وتصدعات من ضربات الطائرات كانت تقصف هاي القرية. كان وجود داعش الإرهابي بي مدرسنا كان لا يصلح للدوام. وقت داعش وقت الصادي كان صفر. عبرنا هاي المرحلة فجانا كورونا. كورونا هم يعني ما قدرنا نطلع للعمل، منع تجوال، تجمع ماكو، حركة ماكو، هم تأثرت علينا. عانينا ما عانينا السنوات، والحمد لله الآن أصبحت عندنا مدرسة حديثة. الآن حتى الطلبة نفسيتهم تغيرت، المدرسين والمعلمين، موظفين المدارس تغيرت نفسيتهم تجاه هذا المكان اللي احنا حاليا به. فباسمي وباسم إدارة متوسط تل الذهب أجدد شكري لكم منظمة الهجرة الدولية.